يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح شابتر 3. شابتر 3 يعني فعليا هو بداية المادة، يعني هذا أول فيديو كان هو أساسيات، وهذا راح يكون الشرح الصح وكل حل الأسئلة وهكذا. هسه شابتر 3 بحكي لي عن التنشن ممبر. التنشن ممبر، التنشن ممبر اللي هو أي جسم بشكل عام أو أي ممبر بتعرض لشد. كيف يعني؟ لو عندي صفيحة زي هيك، أنا هيك صفيحة مربوطة بصفيحة ثانية عدة براغي، تمام؟ يعني فرضا هاي برغي وهاي برغي عادي، هاي تعرض لقوة شد، إذا تعرض من لقوة هاي تعرض بنفس القوة، هاي بي مثلا قوة فورس بي، تمام؟ فهاي الصفيحة تتعرض لشد، البراغي راح تنكسر، تمام؟ مثلا دبليو سكشن، واحنا هسه عرفنا شو الدبليو، تمام؟ فيها براغي، براغي بالويب مثلا هون، براغي بالفلانج هكذا، انا رابطهم ببراغي وعرضته لقوة شد، تمام؟ عرضته لقوة شد، هذا تنشن ممبر. طيب شو مثال بالحياة العملية على التنشن ممبر؟ الكابل، مش الكابل هو تنشن ممبر، او الستيل رود مش تعرض لتنشن، راح تقول لي اه. ف البليتس شو وظيفتهم؟ هي بتربط بين اكثر من سكشن، يعني عندي دبليو سكشن، دبليو سكشن بحط بليت عليهم بربطهم ببعض. طيب بهذا الشابتر بدنا نتعلم نستخدم مصطلح الديزاين، الديزاين سترينث. الديزاين سترينث حكينا قبل شوي عن اليلدينج، وحكينا الرابتر، حكينا انه احنا اليلدينج او اليلدينج نستعملها والرابتر نستعملها. في عندي ناخذ الاقل فيهم، في عندي شيء اسمه النومينال سترينث. النومينال، النومينال سترينث، النومينال سترينث هاي ما بنصمم عليها. ليش؟ لانه ما في... لانه الامان تبعها اقل. يعني احنا ما بنصمم على اليلدنج او الراتشر، كنا نضرب بفاي عامل فاكتور كنا نضربه، وقتها كان يعطيني مثلا لود اقل، فبصمم على لود اقل مشان ما اصمم على اعلى ويفشل. يعني فالنومينال سترينث ما في امان، فمش كويس. بنعرف انه هسه احنا لما بدنا نصمم منبر نوصل منبر توصلهم ببراغي، راح تقول لي تمام، بس لما اوصلهم ببراغي بصير المقطع مساحته اقل. فلما انا احكي مساحته على اقل، يعني بي على اي بيساوي الستريس، السترينج صح. طيب لما صار فيه ثقوب مش الاريا قلت، يعني الستريس بزيد، يعني احنا صار اسوء، السكشن صار اسوء. عشان هيك البراغي بتضعف من الممبر، فاحنا بدنا نصمم لما يصير في براغي احنا بدنا نصمم، تمام. هسه احنا بدنا نتعلم مصطلحات. في عندي الاريا جروس، وهي اللي بتكون مساحه عاديه، اي مساحه، او اللي بجيبها من المانوال، لو كان سكشن. يعني لو عندي بليت براغي زي هيك، حكالي هذول هم عباره عن 3 على 4 مثلا انش، وعندي هاي البليت بي ال، يعني بليت عبارة عن 1 في 10. كم الاريا جروس للبليت هاي؟ بتساوي 1 في 10 بس، ما بتطرح لي اقطار البراغي، تمام. هاي الاريا جروس. طيب في عندي مصطلح ثاني اللي هي الاريا نت. الاريا نت هي عبارة عن الاريا جروس، دائما الاريا جروس ناقص الاريا للهولز. ايش الهولز؟ اللي هي الثقوب. الاريا جروس هي الاريا للثقوب. الاريا جروس بتكون هاي مثلا، هاي اريا جروس، واما هاي، اما هاي، هاي هي الاريا نت. لاحظ الاريا نت بدي اطرح قطرين للبراغي، تطرح اقطار البراغي. واحنا اصلا تعلمنا بالسترينث لما يكون بحاله التنشن نطرح قطر البراغي. ليش نطرح قطر البراغي؟ لانه هذا لو تطلع عليه من الجهه الثانيه، يعني موصول، طلعت عليه من هون من جوا، راح تلاقي انه هو عباره عن مستطيل زي هيك، بس ايش مشيول منه مثلا هون جزء من البراغي، يعني هيك مثلا، مش عارف كيف بدي اوضح لكم الرسمه. فأنا فعليا هو ما بيكون مستطيل،
ما بكون مستطيل، أنا بس لما أطلع من الجهة الثانية بشوف مستطيل، فبطرح قطر البرغي، ما بطرح محيط، ما بطرح محيط. تمام. في عندي مصطلح ثالث اسمه الاريا افكتيف، هو بيساوي اليو في الاريا نومينال. طيب الاريا نومينال هسه بالشابتر بداية هذا الفيديو بس راح نتعلم كيف نحسب الاريا نومينال لكل الحالات، واليو نحسبه بالفيديوهات الجاية. طيب تمام. هسه احنا لما نصمم في عندي ثقوب، صح؟ راح تحكي لي صح، انا عندي ثقوب زي هيك. لما يكون عندي ثقوب زي هيك واعطاني قطره، هذا بسموه مثلا 3/4 هسه، او مثلا يعني زي هيك، او بدي هاي لو حكى لي بالسؤال، خلينا نركز، قال لي مثلا 3/4 ديامتر بولت، تمام؟ يعني قطر البرغي لما احسب الدي، الدي ما بتكون 3/4، بتكون 3/4 زائد 1/8، تمام؟ دائما هيك. اما لو قال لي 3/4 ديامتر، ديامتر هول، مباشره بتحكي الدي اللي بدي اعوضها، يعني لما بدي اطرح مساحات وهيك، زائد 1/16، تمام؟ ركز، يعني هول، هول باخذها 16، بولت باخذها 8. يا ريت انه هاي تركزوا عليها، انه دائما البولت باخذ 1/8 والهول باخذ 1/16. فالاريا للهول بتكون عباره عن الدي، شايفين الدي هي عباره عن 3/4 زائد 1/8 او 3/4 زائد 1/16 ضرب ثيكنس للبليت، هو بيرنج ستريس، يعني بيرنج ستريس. تمام. يعني عندي اكزامبل، عندي اكزامبل، قال لي عندي بليت فيها برغي، قال لي هاي البليت عباره عن، عباره عن 1/4 كروس 4، دائما الرقم الصغير هو الثيكنس والأربعة هي الوايد، تمام تمام. وقال لي 3/4 انش بولت ديميتر. شو بولت ديميتر، فايش بقول لي؟ اوجد الاريا جروس اريا نت. هسه الاريا جروس حكينا الاريا جروس هي عباره عن مساحه السكشن، يعني زي هيك، هيك السكشن. فهون ايش هاي الاريا جروس؟ هاي الاريا جروس كم بتكون؟ بتكون ربع باربعة. الاريا جروس تساوي ربع في 4، هاي شو بتساوي؟ 1. طب الاريا نت، الاريا نت اللي فيه مساحة السكشن مع الهول ناقص الهول، قصدي هاي الاريا نت، هاي الاريا نت. فالاريا نت بدها تساوي مساحة السكشن الاريا جروس اللي هي 1، 1 اللي هي الاريا جروس، ناقص كم برغي عندي بالسكشن هذا؟ 1 بالسكشن هذا، تمام؟ 1 في كم قطره؟ 3/4، و1/8 دائما لا تنساها، وتضربه بايش؟ بالثيكنس، كم الثيكنس؟ ربع. فكم بتطلع هاي المساحة؟ 0.781، تمام؟ تمام. طيب نرجع مثال ثاني، قال لي في عندي بليت زي هيك، قال لي في عندي براغي عبارة عن برغي، برغيين 3/4، عندي هون برغي، برغيين 3/4، قال لي البليت عبارة عن 3/8 ضرب 8، وقال لي البولتس، قال لي البولتس هذول كلياتهم، كلهم عبارة عن 3/4 بولتس. طيب يلا الاريا جروس شو بدها تساوي؟ الاريا جروس قلنا بناخذ سكشن ما في براغي زي هيك، صح؟ هذا الاريا جروس، شو بدها تساوي؟ بدها تساوي عبارة عن 3/8 ضرب 8 ويساوي 3. اريا نت شو بدها تساوي؟ الاريا نت ناخذ سكشن في براغي زي هيك،
كم برغي انت شايف قدامك؟ هتقولي شايف برغيين صح؟ فالاريا نت راح تكون عباره عن الاريا جروس اللي هي 3 ناقص كم برغي شايف؟ 2 مضروب في 3 على 4 زائد 1 على 8 مضروب في الثيكنس اللي هو 3 على 8، وهذا كامل بيساوي 2.34 انش. تمام. يعني احنا ما بناخذ مساحة ثمن براغي، لا احنا بناخذ مساحة برغيان فقط. يعني احنا بنشوف اللاينز عندنا، هذا الاشي اسمه لاين، تمام؟ هذا الاشي اسمه لاين، بنشوف كم عدد اللاينات، وهي بتكون العدد اللي بضربه بالدياميتر. ليش لاينات مش عدد البراغي؟ لانه احنا بناخذ سكشن، السكشن عندي كيف شكله؟ هيك. فالمساحة هاي ايش هي؟ عبارة عن 3 على 8 في 8 ناقص مساحة برغيين، ناقص مساحة برغيين. مساحة البرغي بتكون الديامتر في الثيكنس، ثيكنس البليد 3 على 8. تمام. نيجي على اكزامبل ثالث. قال لي في عندي W section، WT section شكله زي هيك. تمام، هذا WT section، WT 12 ضرب 31. قال لي في عدة براغي، قال لي في عندي برغي زي هيك، في عندي برغي زي هيك، في عندي برغي زي هيك. حكالي البراغي هذول كاملين 3 على 4 بولت. تمام. هسه اوجد الاريا جروس. طيب هذا الاريا جروس، الاريا جروس وين بدي اجيبها؟ بدي اجيبها من المانيوال. يلا نيجي مع بعض على المانيوال، خلينا نمسح الرسمات ونروح على المانيوال. بنروح اسم السكشن WT 12 ب 31، بنروح WT، شوفين كيف بندور عليه لنلاقيه. هاي WT، هيو خلي مش مشكلة، لاحظ WT ب 31، هيو صح؟ راح تقول لي صح. يلا خلينا هاي قديش الاريا؟ الاريا هي الاريا جروس 9.11. يلا خلينا نكتب مع بعض، اريا جروس تساوي 9.11. طيب ايش كمان بدي؟ بدي الثيكنس. في عندي هاي، هذا الاشي اسمه فلانج، اختصروه بالفرونز اف، وهذا الاشي اسمه ويب صح؟ طيب لاحظ انه في عندي برغي بالفلانج وبرغيان، برغيان بالفلانج وبرغي بالويب. يعني انا لما بتحكي الاريا نت شو راح نحكي؟ الاريا جروس ناقص برغيان الفلانج اللي هي الدايميتر، يعني 2 لانهم برغيان هاي، في الدايميتر اللي هو 3 على 4 زائد 1 على 8 بمين؟ في ثيكنس فلانج، ناقص برغي بالويب 1 في 3 على 4 زائد 1 على 8 في ثيكنس الويب. فبالتالي بدي اجيب ثيكنس الفلانج وثيكنس الويب. من وين بجيبهم؟ بجيبهم من المانيوال. يلا 31 هيو، ثيكنس الويب هيو كم؟ 0.43، ثيكنس الفلانج كم؟ 0.59. راح تقول لي تمام. فبالتالي هاي راح تكون عندي الفلانج، هاي الفلانج 0.59، والبورب اللي هون كم؟ تي ويب، هاي ويب 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 0.43. تمام. فالاريا جروس كم؟ 9.11. خلص السؤال، هاي هي الاريا نت. فاهمين كيف بتجيبوا الاريا نت؟ الاريا نت بنجيبها هاي. طيب راح تسألني شغلة، طيب كيف عرفت انه برغيين او هيك؟ كل بساطة، انا هذا لو ارسم له السكشن من توب فيو، انا كيف بشوفه من فوق مثلا، شوفوا زي هيك، او سايد فيو، راح الاقيك تشوف لي انه عندي هاي للفلانج، فرضا هاي الفلانج، راح تلاقي عندي زي هيك، ما بعرف كم برغي، ممكن هو يحكي لي انه في 6 براغي، 8، 10. والويب مثلا، هاي الويب لو طلعت عليها من هيك راح اشوف عندي برغي 1، يعني صف 1 من البراغي.
تمام، أنا زي هيك عندي الشكل فعليا، الفلانج بشوفها زي هيك والويب بشوفها زي هيك. طيب راح تحكي لي شغلة، طب إنه البراغي دائما هيك، يعني مش ممكن يكون البرغي زي هيك، يعني برغي هون برغي هون، يعني هي دائما البراغي هيك مصفطة تصفيط، مش يعني مستحيل يكونوا مبعثرين زي هيك. أقول لك إن بلا في مبعثرين، والمبعثر إله درس لحال، المبعثر إله درس لحال. خلينا نشوف قديش الفيديو هاي، ربع ساعة لسه، خلينا نشرح المبعثر لعاد، نشرح مثال مبعثر ونكمل الفيديو ثاني. فاللي بدي أحكيها ملاحظة، إنه لما يعطيني سكشن بدون ما يرسم لي السكشن الثاني، يعني رسم لي السايد فيو تمام، فرضا ما رسم لي الرايت أو التوب، أنت عارف إنه البراغي مش مبعثرة، يعني البراغي مصفطة، بشتغل على هذا المبدأ. أما إذا بعث لي سكشن ثاني في براغي مبعثرة، بشرحها بفيديو ثاني. طيب بدي أعطيكم مثال من عندي، لو أنا عندي ال سكشن تمام زي هيك، حكى لي في عندي برغي هون، برغي هون، برغي هون، صح؟ وقال لي هاي مثلا ال 8 الكروس 6 مثلا كروس موس تمام. قال لي اوجد كومبيوت اريا نت، كومبيوت نت اريا، هذا مثال من عندي، اعتبره سؤال امتحان. طيب شو بعمل؟ بنروح مع بعض على الانجل، هاي الانجل، بدور على 8 6 بنص، هاي 8 ب 6 بنص، هيها كم الاريا، كم الاريا جروس لها، هاي الاريا جروس، هاي الاريا، الاريا، الاريا 6.8 اريا جروس 6.8. طيب الاريا نت شو بدها تساوي؟ 6.8 ناقص كم برغي عندي؟ بقول عندي صف من البراغي من هون، وصف من البراغي من هون، وصف من البراغي هون، يعني اثنين باللق هاي وواحد باللق هاي. طيب قديش اضرب؟ يعني احكي اثنين في ثكنس هاي ناقص واحد في ثكنس هاي، بقول لك اه، بس ال سكشن الثكنس هذا نفس الثكنس هذا، يعني مباشره كم صف براغي عندي؟ عندي صف صفين ثلاث، فبحكي ثلاث في الديميتر لهم ما بعرف كم هو، زائد واحد على ثمانية مضروب بكم؟ بس مضروب بالثكنس. كم الثكنس؟ دائما ال سكشن ثابتة نص، أو مش ثابتة نص حسب السكشن، يعني أعطاني إياها ثلاثة أربعة، يعني السكشن ال ثمانية في ثمانية في ثلاثة أربعة، مضروب ثلاثة أربعة، قال لي نص نص. طيب في شغلة ثانية، لو أعطاني ديميتر لهي شكل وهي ديميتر لهي شكل، ما بضرب بثلاث، لا بحكي مثلا هذول الديميتر لهم خمسة والديميتر هاي لواحد، شو بحكيها هاي؟ بحكي مثلا راح احكي، راح اشطب الثلاث، راح احكي مثلا 2 في 5 ناقص 1 في، فرضنا هذول هذا 5 قطر وهذا قطر 5 وهذا قطر 2 ناقص 2 زائد 1 على 8 في نص. النص هاي ايش؟ اللي هي اللي اعطاني اياها بالسؤال، اعطاني اياها بالسؤال. خلينا نحل مع بعض بروبلم، نحل بروبلم من الكتاب مشان نتمكن من الماده. يلا معي، أول سؤال قال compute the net area of each given member. يلا حكى لي أوجد النت أريا مباشرة، عندي صفيحة زي هيك 3 4 في 10، شو بعمل؟ السكشن باخذه كيف؟ هيك الأريا جروس، الأريا نت قديش برغي بوجهي؟ واحد، فالأريا نت بدها تساوي الأريا جروس، كم الأريا جروس؟ هيها 3 4 في 10، بطرح منها برغي واحد مضروب فيه كم البولتس؟ واحد، نزيد عليها واحد على ثمانية، كم الثكنس؟ الرقم الصغير، كم الرقم الصغير؟ ثلاثة أربعة، عوضهم بطلع معي هذا الرقم. طيب المثال الثاني قال لي أوجد الأريانت نفس الإشي، بعمل زي هيك. يلا معي، كم برغي عندي؟ عندي برغيين، فالأريانت بدها تساوي الأريا جروس ثلاثة أربعة ضرب ثمانية، بدي أطرح منها برغيين في 3 4 زائد 1 على 8، ركزوا دائما 1 على 8 يطبعها، نضربها بالثكنس، كم الثكنس؟ 3 4. طيب المثال اللي بعده W 12 في 40، عندي شوف هذا السؤال،
بدي اوجد الاريا نت، بدي اطلع الاريا جروس من المانيوال، من روع المانيوال. دبليو دبليو 12 ب40 صح؟ 12 ب40 هاي 12 ب40 كم الاريا؟ 11.7 11.7 بدي اطرح منها كم برغي بالفلانج؟ عندي برغي من هون، برغي من هون، برغي من هون، برغي من هون، يعني كم برغي؟ 4 براغي للفلانج. كم قطرهم؟ 1 زائد 1 على 8. ثيكنس الفلانج، كم ثيكنس الفلانج؟ بنروح على المانيوال. ثيكنس فلانج للهاي كم؟ 0.15. طيب بدي اطرح منه، في عندي برغيان بالويب، في 1 زائد 1 على 8 في ثيكنس الويب. كم ثيكنس الويب؟ هاي الويب وهي ال 40.95. فايش بيطلع معي الناتج؟ هاف. تمام تمام، لو اعطاني سكشن ثاني وبين لي مبعثرين بشرحهم بالفيديو الجاي. طيب هذا مثال، قال لي سكشن زي هيك حرف التي، قال لي دبليو تي 15 في 45، فبدي اطلع الاريا جروس. تبي نروح على سكشن الدبليو تي، هاي دبليو تي 15 قال لي و54، هاي 15، هاي 15 ب54. كم الاريا جروس؟ هاي الاريا جروس 15.9 15.9 ناقص كم برغي عندي؟ عندي برغيين، اثنين وين؟ بالويب بس، بالفلانج قصدي، هاي فلانج، بروح على الفلانج، هاي وين الفلانج؟ هاي تي فلانج، تي فلانج لل 54، هيها 0.76 2 في الثيكنس 0.76 في كم الديميتر لهم؟ 1 زائد 1 على 8. طيب في شيء بالويب؟ في برغي بالويب؟ لا، فما بطرح شيء بالويب. في برغي بالويب بحكي ناقص 1 في البرغي مثلا، في ايش؟ في الويب، تي ويب، تي ويب. طيب شوف هذا المثال، ان ال 8 ب 4 ب 3 4 with 2 line of 1 inch bolt in the long link at 1 line of 1 inch on short link. يعني كلف عندي زي هيك، حكالي هاي، هاي طولها 8 وهاي طولها 4 وحكالي الثيكنس لها 3 4. ايش بعمل؟ بقول لي في عندي 2 لاين من البراغي، 2 لاين من البراغي بالون ليك، يعني في عندي لاين من هون ولاين من هون، وعندي 1 لاين بالشورت لينك، هاي الشورت لينك لك هاي الون لاين زي هيك. نفس المثال قبل شو حكيت انا اعطيتكم اياه، سبحان الله. فايش انا بحكي؟ الاريا جروس، الاريا نت قصدي، الاريا نت بدها تساوي الاريا جروس من المانيوال، مانيوال خلينا نكتب شغل ارجع، بطرح منها البراغي كلهم 1 انش 1 انش 1 انش فبحكي خلص كم برغي عندي؟ صف صفين ثلاث، في الثيكنس كم؟ 3 4 مضروب في الديميتر، الديميتر كم؟ 1 زائد 1 على 8. تمام. اللي بعده بيقول لي ال 4 4 وربع 1 لاين اوف ايتش ليج، يعني بكل بساطه بس هاي وهاي تغير عندي، صارت هاي 4 وهاي عندي كامل الثيكنس 1 على 4. فنفس السؤال، هاي من المانيوال عندي برغيين بدل ثلاث براغي بصير، وهاي 3 4 بتصير 1 4 وهاي كمان 3 4. طيب W 18 ب35 with 2 holes in each flange and 1 in web، يعني W section زي هيك، W section، W يعني I، صح؟ صح. بقول لي برغية كل فلانج في عندي اثنين، تو هولز، يعني هولز هون، هولز هون، وهولز هون، وهولز هون، وحكى لي ان ايتش فلانج اند ون ان ويب ون هون. تمام زي هيك. طيب قبل شوي هذا المثال حلينا، يلا الاريا جروس من المانيوال، مانيوال ناقص كم برغي بالفلانج؟ 4 في الديميتر 3 على 4
زائد 1 على 8 في التي فلانج. تي فلانج من وين بجيبها؟ من المانيوال. ناقص برغي 1 في الويب في 3 4 زي ما هي زائد 1 على 8 في ايش؟ في التي ويب. بس ان شاء الله هيك يكون موضوع الاريا نت للبراغي المصفطة مش مبعثرة وصل. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نشرح المبعثرين ونحل. طبعا احنا حلينا بروبلم من الكتاب، حلينا اكزامبل ترى، بس ما كتبتم كتابه، يعني هذا اكزامبل اللي حليناه قبل شوي ورجعنا السايد فيو لها، والمبعثر ما شرحته، والمثال الباقيات من عندي. هسه شنو بصير الفيديو الجاي؟ ان شاء الله بنشرح حالات المبعثر ونحلها عليها بروبلم، والفيديو اللي بعده راح يكون شرح للاريا افكتيف، والفيديو اللي بعده يكون لنهايه التشابتر. هيك ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه، نلتقي في فيديو جديد.